يوم 30/10 وهذا الطريق نازل من الجسر هاي هنا هذا اصعب مكان هسه هاي العالم بعد ترتيب ترتيب مسوي طريق هذا التوك توك التوك توك شيء يشيل اكثر المصابين دير بالك وراك وراك دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك افتح طريق افتح طريق افتح 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 طريق افتح هذا المطعم التركي وهاي الصبات هنا فوق هاي بداية الجسر طبعا هواية صار مسيل الدماء كلش بكثرة حالات اختناق كلش عالية والطريق هاي ده يفتح يعني يمكن عبرنا المليونين حسب اعتقاد يعني اذا ما كنت دقيق 1,500,000 وفوق يعني بس على هالساعات انت تدخل يعني عبرت صارت كلش هوسة كلش كلش هوسة بس الكل أبطال ما قصروا يضربهم قنبلة مسيلة للدموع يضربوه بسعادة